اهلا بحضراتكم مره تانية، ونجدد الترحيب بالكابتن فكري صالح صاحب الخبرات الطويله في مجال تدريب حراس المرمى على مستوى الانديه والمنتخبات داخل وخارج مصر. اهلا بحضرتك مره تانية كابتن فكري. اهلا بيك كابتن محمد. قبل الفاصل كنا بنتكلم كيف كان يتعامل بديمقراطيه شديده رغم خبراته وقوه شخصيته المعروفه عنه الكابتن الراحل الكبير كابتن محمود الجوهري والجهاز المعاون، لما كابتن فكري يقول الرؤيه الفنيه ان انا هختار حارس المرمى الفلاني هو اللي هيبدا المباراه، حضري نادر، بنتكلم عن اي نجم من نجومنا، بوركينا فاسو مثلا. بدأنا البطولة بنادر السكن رغم أنه هو كان عصام رقم واحد. أما لعبنا ماتشين الأولانين وجينا هنلعب المغرب، فوجئت أن الجهاز كله عايز يلعب عصام الحضري، الجهاز كله يعني كابتن جول علاء نبيل، كابتن علاء نبيل عظيم، كابتن فتحي مبروك العظيم القدير. فقلت لهم لأ على الترابيزة، ولأ ليه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، رغم ان الكابتن جوري كان ميال معاهم، يعني ما كانش خد القرار، ميال معاهم، انما بمجرد ما قلت اسبابي قعد قال لهم انا مع الكابتن فكري في اسباب خلص. ولو تفتكر نادر كمل، وكان الاختيار نجمنا الكابتن نادر السيد في 98 وتألق، وكان الاختيار وكان ظهر ايضا بمستوى اكتر من رائع كابتن عصام الحضري في 2002، قصه ثانيه مصطفى كان كمان بديله، وكان الاحتياطي في 2002 هو نادر السيد والاساسي عصام الحضري، تبادلوا هم الادوار في المنافسه بينهم، لان كل وقت دايما انا اقول كل وقت له اداء، اهم حاجه تاخد التايمينج المظبوط، وبرده ما تعملش ضغط على الحراس، لان كان لازم دايما لما ببدا بطوله اوازن ان الثلاثه محتاجهم. انا هدي لك مثال، انا في بطوله افريقيا 82 احتجت ثلاث حراس مرمى لعب، ومين بقى هم؟ بدانا بعادل مأمور، اصيب، لعب اكرامي العظيم وخد في البطوله دي 82 وحش افريقيا من الاداء الغير طبيعي. ثلاثه اتعور، نزل مين المباراه النهائيه؟ كنا بقى وصلنا ضربات جزاء ضاعت وبتاع، فلعبنا على الثالث والرابع، نزل الكابتن العظيم رحمة الله عليه ثابت البطل. يعني التلت حراس مرمى بالوزن اللي أنا بحكولك لعبوا بطولة في نيجيريا، بطولة أفريقية، البطولة كانت سنة 1982. فعايز أقول وارد كل حاجة، النهاردة لازم أحافظ على التلت حراس. يعني النهاردة محمد الشناوي بيلعب، أحمد الشناوي وجنش دول أحسن تلت جوان موجودين على الساحة حالياً، كل واحد له الميزه بتاعته، لازم احافظ على الثلاثه دول. محمد بيلعب كلنا وراه، لاني وارد ان حضرتك اللي تلعب النهائي، ووارد ان حضرتك تلعب قبل النهائي، لازم يبقى كله مركز، لازم بنفس يبقى الدرجة كله مركز في كل الدرجه وينسى نفسه، والكل على قلب رجل واحد، ودي الاهم. يعني بتمرن، يعني هل مطلوب المنتخب يدرب كل حراس المرمى بنفس الجديه ونفس درجه الفوكس او التركيز على كل حارس مهما كان الحارس الاساسي، ان كله يتمرن بنفس جرعات التدريب نفس الاهتمام الفني؟ ده بالعكس، لان اللي لعب خلاص، اللي لعب مش عشان لعب، حمل الماتش لازم اديه للتاني والتالت. خلي بالك ان ممكن يبقوا عايزين جرعات اكتر شويه، ايوه، عشان حمل الماتش ده مش هقدر اديه الا بتدريب زياده عشان ياخد الاعباء النفسيه اللي كانت موجوده في المباراه. فانما اهم من كل ده ان لازم الكل مع الكابتن القدير حبيبي واخويا وابني احمد ناجي، لازم يكونوا على قلب رجل واحد، ويبقوا واقفين فعلا. لو احنا نفتكر بوركينا فاسو كان عصام الحضري، كل نادر السيد هو اللي بيروح يشيله، لو تفتكر صحيح. لو نرجع ليه دي بتديك الانطباع، بوركينا فاسو كان نادر السيد، ما هو كان نادر بس مين اللي بيروح، مين اللي بيروح يحتفل معاه بعد كل مباراه، بالذات مثلا لما كسبنا بوركينا فاسو خلاص هنلعب النهائي مع جنوب افريقيا، ضربات الجزاء مع ساحل العاج، بطوله 98 قدامنا، مين اللي كان بيجري؟ كابتن نادر السيد عمل بطوله مستواها رائع، منتخبنا كله كان مفاجئ في البطوله، دخل فيه جون واحد، لان كمان كابتن محمود الجوهري كان ذكي جدا في انه ما رفعش سقف التوقعات، وقال انا تصنيفي بعيد قوي في البطوله دي، وقال انا رايح وانا في المركز ال 13، بس واحنا رايحين والله، والله يا محمد واحنا رايحين رغم الظروف الصعبه، قال لك سيب الجمهور وسيب الناس، احنا مش هنرجع الا بالبطوله، ده من اول دي البطوله اللي فيه نقاد اعتذروا للنجم حسام حسن، أيوة أيوة أيوة. ما قالوا له كفايه عليك في الاصابه اللي سبقت البطوله، عواجيز الفرح، انت فاكر العنوان؟ ما هو العنوان واحنا طالعين،
عواجيز الفرق. طب اقول لك حاجه، اتحاد الكوره سلم منا المخازن. يعني حتى اتحاد الكوره كان شايل الطوبه بتاعتنا، خد المخزن بتاعنا اللي كان موجود في دار الدفاع الجوي. انكم راجعين تمشوا، ان احنا راجعين ماشيين. فعايز اقول لك كده يعني، فده مهم جدا، ان لان الثلاث حراس الاصابه بتيجي في لحظه، فوارد ان الثلاثه، وانا متاكد يعني، انا حتى في زياره كده مع الكابتن الروح المعنويه عاليه جدا وما شاء الله. سواء لا، وزي ما حضرتك قلت احنا كلنا على ثقه بخبرات كابتن ناجي، وانه قادر على اعداد الحراس بافضل شكل. النوعيه اللي موجوده اذا كان احمد الشناوي او جنش، ما شاء الله، فهم على قلب رجل واحد، وبالتوفيق، لان هو حارس المرمى النهارده 70% يا كابتن محمد. يعني كل ما هذا البوزيشن هيبقى قوي بيدي قوي ثقه للخطوط، احنا بنقرب من البطوله. طيب كابتن فكري، يعني واضح من كلام حضرتك انك مقتنع بمستوى حراس المرمى في الدوري المصري ومستواهم الفني، وطبعا منهم افضل الاختيارات اللي انضمت للمنتخب، نجمنا محمد الشناوي واحمد الشناوي وجنش، كل النجوم الموجودين في منتخب مصر نجوم حراسه المرمى من الاهلي والزمالك وبيراميدز حاليا. حضرتك مش مع الاراء اللي بتقول ان الجيل الحالي اقل موهبه من اللي فاتوا؟ يعني في ناس بتقول كان في وقت زي ما حضرتك قلت المنافسه بين اسماء كابتن عادل مأمور مع كابتن اكرامي مع كابتن ثابت البطل مع الكابتن شوبير دخل مع المجموعه دي، وبعدهم جيل تاني كابتن الحضري وكابتن نادر السيد وكابتن عبد الواحد السيد، اجيال كل حارس منهم حارس طرع بالعليم عشان دخلت اسماء تانية يعني. بس احنا بنتكلم في المجموعه اللي كانت الابرز في الفتره دي، ودخل بين الاجيال دي طبعا اسماء تانية كلهم على مستوى عالي قوي. جاء وقت بدات الناس تقول ما بقاش عندنا الحارس القوي جدا، ما بقاش عندنا حراس المرمى زي زمان. حضرتك مختلف مع اصحاب الراي ده ولا لا؟ طبعا مصر يا استاذ محمد دايما وزي ما بيقولوا ولاده، المواهب لا تنضب، وده اللي خلاني اما نبقى في وقت نتكلم عن المشروع اللي انا بعمله. هو ده وقت الانتقال للمشروع. الميت حارس مرمى محترف. ليه؟ بدات ازاي الفكره، او عايزين حضرتك تدي العنوان الرئيسي للناس، ومن اين جاءت الفكره؟ الفكره جت ان مصر 105 مليون وما تلاقيش حارس مرمى محترف بره، او تلاقي المشكله اللي احنا بنلاقيها حارس مرمى فوق شويه والمستوى ينزل والمستوى يطلع. طب ازاي؟ دي مصر دي مليانه. فكان الفكر اللي جالي ان انا عايز اعمل مشروع، المشروع ده يبدا من 5 سنين لعشرين سنه، ويبقى ازاي ادي هذا الحارس الجرعات المظبوطه اللي تخليه من الناحيه الفنيه والناحيه النفسيه وحتى من اللغات. انت عايز واحد محترف يبقى لازم من صغره يبقى بيتكلم لغات، يبقى لازم من صغره. عايز اعمل التربيه والتعليم، احنا كان زمان نقول التربيه والتعليم، قبل التعليم فيه ايه؟ التربيه. وده اللي انا بعمله دلوقتي. لقيت راجل وطني، هذا الرجل اما عرضت عليه هذا الكلام لقيته موافق على كل حاجه، قلت له خلاص جهد نعمل عقد. قلت له انا كلمتي هي العقد، انا سليل، او انا من ابناء الجنرال العظيم محمود الجوهري، احنا قعدنا في الاردن 3 سنين بدون عقد بكلمه، فانا خلاص. وفعلا بدانا اتفاق شفوي بس شفوي مع الاصدقاء المسؤولين عن كره القدم، عن الاستاذ ايمن عوض، هو يعني انسان مصري وطني جدع، وبدانا ده كابتن محمود الجنرال العظيم الجوهري. فبدانا بطلعت حرب، النهارده احنا عندنا ست فروع، طلعت حرب والطيران 2، مصر الجديده والتجمع والمقطم، وعندنا اسكندريه الاسبوع الجاي افتتاح. وفي اقبال، حجم الاقبال مرضي او مقنع النهارده كتير. عندي فوق ال 130 حارس، بس خلي بالك انا جالي بتاع 2000 اخترت 130 منهم، مش اي حد بيجي لي باخده، مش اكاديميه، في معايير فنيه اللي مش مجرد اشتراك او حاجه كده. وطبعا في مدربين حراس باخدهم من الورش اللي بعملها عشان يعرف يشتغل ازاي. ده مثلا جونين 4 سنين، بص فارس شركاسي اللي على الشمال ومروان عبد الرحمن، دول لما تتفرج عليهم تقول دول اقزام، 4 سنين و3 شهور و4 سنين و6 شهور. ليه اقزام؟ لان بيعملوا كل حاجه حتى التكنيك، ووصلوا النهارده بعد 3 شهور بقى عندهم اي دي او عندهم. حضرتك عايز تقول للناس اللي هيتفرج على تحركاتهم يفتكرهم كبار في السن؟ كبار في السن، انت فاهم قصدي؟ مثلا مروان ده يقدر يعمل ده، ياسين عصام الحضري اللي على الشمال، وده ابن الكابتن محمد صبحي عبد الله، ما شاء الله الاثنين برضو في الاكاديميه. وياسين ماشي يعني، ياسين ياسين عصام الحضري ماشي على خطى، ماشي على لا 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 ده ولد ما شاء الله، ده هيبقى قصه ثانيه.
يعني قصه حارس كبير ان شاء الله متوقع لان فنية. بابا ما خدش الوقت اللي هو خده في التعليم فده هياخد ده طبعا انا بدي التحيه ده محمود الجوهر فكري صالح مع محمود الجوهري حضرتك اخترت له اسم مركب على اسم هو كابتن جوهري كان رحمه الله عليه يعتز بيه وبوالدته فلما جه كان يعني محمود ده بالنسبه لينا يعني الله يرحمه كابتن جوهري الصوره دي انا برفع القبعه لهذا اللاعب الراجل اللي يحصل له احمد حجازي اصابه ايه كسر يا كابتن اصابه جديده والدكاتره تحاول تخرجه ولقى ويصمم ان هو يلعب ويلعب البطوله هي دي مصر لا والناس كلها شافت سواء في الاستاد او على الشاشات في التلفزيونات كل الناس شافت وقرار طبيب المنتخب هو بيقول الجهاز غيروه يا جماعه يعني هو بيقول لا عايز اكمل الماتش لا 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 فهو دي الروح بقى اللي احنا دايما هي دي روح رجالة مصر انا طبعا برفع له القبعه وليا الشرف ان انا عايز ابني يبقى زيه في الرجوله دي وفي الجدعانه دي وفي حب مصر ده احنا هنا محمود الجوهري فكري صالح لاعب مش حارس مرمى لا ده حارس مرمى ده اسد وادي دجله بعد عن ده اسد وادي دجله 2009 ما شاء الله يعني برضه يعني يمشي على خطى الوالد ومستواه فنيا والله يعني انا ما دخلته حارس انا لعبته مع الكابتن علي ماهر في الاكاديميه عنده 3 سنين في روما لا قصدي حضرتك شايف ان مستواه بعيدا عن حبك له كابنك بص بقى انا قلت للكابتن وائل شيتوس الكلام وما احنا واقفين قلت له بص يا كابتن انا هقول لك كلمه بس مش عشان ده ابني الوحيد اللي موجود ده هيبقى له شأن كبير اللي انت شايفه ده فقال ايه محمود قلت له مش عشان ابني لان ده عنده كاريزما حارس المرمى موهوب من عند الله يعني انت عارف محمود اول ما ينزل للماتشات اللي هي 2009 يطلبوا تزوير ليه تزوير لانه بيتكلم زي اي جون كبير دي بقى مش انا اللي حاططها فيه بيلاقوا فيه خبرات في شخصيته وطريقه كلامه هو مخلوق بيها عنده دي فروق فرديه بين شخص واخر موهبه هو من عند ربنا بتبقى في الجينات ربنا لما بيخلق واحد ويديله الموهبه دي بتاعت الله بتبان من سن هو صغير هو عنده الكاريزما والشخصيه بتاعت حارس المرمى اللي بقى تفرق كتير بعد كده لان في جون تقدر تعلمه بس ما عندوش وما يقدرش يتكلم ما يقدرش يسيطر على الخط ده وبرده رد على سؤالك كابتن محمد عشان ما اظلمش الاجيال دي على الاجيال زمان الاجوان العظام بتوع زمان والاجوان العظام دلوقتي الكرة عمالة تتغير الاتحاد الدولي ما يهموش حارس المرمى يصد يهمه حارس المرمى يخش فيه جول فبيعمل ايه كل بطولة يغير الكواليتي بتاع الكرة يغير الوزن بتاع الكرة عمال يصعب القصة النهاردة كان حارس المرمى زمان الرؤية موجودة حاليا دلوقتي مفيش رؤية بطرق اللعب اللي عمالة تتغير طيب يعني حضرتك متفائل بمستوى او بمستقبل حراسه المرمى في مصر جدا حضرتك قلت الاكاديميات دي البعد او الاهتمام بيها الاولويه فيها مش ماديه بدليل ان ممكن يتقدم لكم واحد في الاكاديميه تشوف انه ما عندوش المواصفات انا قلت لحضرتك اتقدم ليا بالظبط من يوم ما بدات المشروع ده 3 شهور 1250 اللي اتقبل منهم 130 لو كانت الحسابات بس مكسب او بزنس أنا بس انا كان بيصعب عليا الراجل بيصعب عليا يعني بس دايماً عارف لاني كل الناس وهو خلي بالك اما حطينا قلت له عايز اقل سعر يعني بنشوف المنطقه كلها حاطه سعر ايه وهو يروح حاطط اقل سعر حتى الملابس قلت له لا انا عايز ملابس انا بعمل حاجه لمصر اللي هيديني ان اعمل دي لمصر اهلا بيه وبالتالي بقدر اعمل الورش اللي انا انا عندي يا كابتن محمد خبرات انا عمري ما قلت انا محاضر لاني مش محاضر انا كنت راجل ضابط صاعقه احد افراد جنود المؤسسة العسكرية فهمني أو أحد أفراد جنود الشعب المصري كله في خدمته عندي خبرات عايز قبل ما أقابل رب كريم إن أديها لأولاد لي مدربين تقدر تديها ليه لأن أي خبرات يا كابتن محمد بيبقى فيها انكسار وفيها انتصار أنا هشيل كل الانكسارات ودي الخبرات اللي تخلي دايما يعني تخيل واحد النهارده عنده 22 سنه وتيجي تديله ورشه وتقول له ادي المفاتيح بتاعه 45 سنه يبقى وانت وفرت لو كمان زي ما حضرتك قلت في دروس ممكن تعلمه انه يتفادى ده عشان ما يخسرش ما خلاص يعني ممكن تقول الخبره بتاعتنا لما عملنا ده كذا انا بديله مفاتيح الانتصار الانتصار وبقول له حط شخصيتك يعني مش عايز فكر صالح تاني
لا انت حط يا كابتن محمد، بس حضرتك بتعلمه من خلال خبرات واقعية ومواقف خلال حاجة اسمها مفاتيح، الخطوات اللي مشيت كل عليها كل حاجة مفاتيح لها. فهو ده اللي انا بعمله. وحاليا النهاردة احنا عملنا دبلومة العمالقة رقم واحد، في دبلومة العمالقة رقم اتنين، دي مدرب جاي من الاتحاد الدولي ألكسندر، الدكتور كابتن زكريا العوضي جاي من الإمارات، كابتن إبراهيم رياض، يعني مجموعة كبيرة من الدكتور إبراهيم البطل، أنا دكتور جمال محمد علي، يعني في هتبدأ من 1/7/7/7، ودي جاي لغاية دلوقتي 80 من 85 أو حوالي من 80-85 مدرب من أنحاء العالم العربي. عظيم. ده غير المصريين. عظيم. فهو ده العلم ده أما ياخدوا المدربين. طيب وبالنسبة للمدربي حراس المرمى في مصر يا كابتن فكري، كيف نؤهلهم؟ عشان دايما بنقول اللي عنده المهارة واللي عنده القدرات هينقلها، وفاقد الشيء لا يعطيه. ساعات نسمع مدرب يقول أنا عندي سي في وعندي خبرة كويسة، مين اللي هيحضرني في تدريب حراسة المرمى؟ وهو قد يكون محتاج جوانب فنية كتيرة. نكملها له عشان ينقلها للي بيدربهم. ازاي نطور مدرب حراس المرمى؟ انا عشان كده خدت قرار على نفسي ان انا كل شهر بعمل ورشتين في كل مصر. انا عملت لغايه دلوقتي 15 ورشه من بورسعيد لغايه اسوان، وحتى قابل ان انا اروح العريش واروح مرسى مطروح، اروح كل خريطه مصر. ليه؟ عشان اخد الخبرات دي واديها لهذا المدرب اللي هيطلع لي جيل من الواحات، واللي هيطلع لي جيل من اسيوط، وما رحت الوادي الجديد يبقى في جيل من مدربين، لان كان فيها 45 مدرب. 45 مدرب دول لو كل واحد هيشتغل مع 4 او مع 5 او مع 6 بقينا بنتكلم في 200 يبقى 300 واحد. فهمتني؟ فانا بمشيئه الله دي، طول ما في كراجل عسكري، طول ما انا موجود على الحياه كل شهر، واي حد بيجي لي، يعني ما بقولش النهارده بن سويف، يعني دلوقتي طالبين مني فانا بعد ما اخلص الدبلومه اللي هي 1/7 دي، بعد ما تخلص اروح رايح اعمل في الشرقيه ثم كفر. حضرتك حابب فكره التوسع في نقل الخبرات دي في كل انحاء مصر؟ ده لازم. حضرتك شايف ان ده دورك، دي مسؤوليتك؟ ده هو ده الدور الجديد. خلي بالك انا مع مستر ماجد سامي العظيم رفضت ان انا امسك الفريق الاول بعد ما رحت الامارات. انا وانا ماسك الفريق الاول، ما هي القصه بدات ازاي؟ بقدر من الله انا ماسك مع ميدو الفريق الاول، رحت الامارات بعتوا لي دعوه، رحت طلع 4 مدربين من الارجنتين بعد ما حضرت 3 ايام. قالوا ايه؟ منهم واحد يا كابتن محمد 52 سنه، يعني راجل من الزواحف، قال اللي اتعلمته في حياتي كوم، واللي انا خدته الثلاث ايام دول كوم تاني جدا. انا برفع قبعة للمستر فكري، ان ومستغرب ان مصر ازاي يبقى فيها قامة زي كده. من هذا اليوم كان في كابتن زكريا العوضي ده هناك، كابتن حسن مقيم، ومجدي اسماعيل. مجدي ده ابني مجدي عصام. قلت له يا مجدي انا مش هشتغل، وكلمت ماجد سامي ومستر علاء نور، قلت لهم انا مش هشتغل. لو عندكم مكان ليا ان انا كاشراف، انما انا مش هشتغل. حاسس ان في الفتره دي حضرتك شايف ان رسالتك خلاص بعد هي نقل الخبرات اللي قالوا دي. اصل اللي قالوا ايه؟ 4 مدربين، يعني قول المدربين اللي كانوا موجودين كلهم مصريين حبايبي، اللي كان في المنتخب الاولمبي الشباب، انما دول ارجنتين عمري ما شفتهم. يطلع الكبير فيهم يترجم، وكان المترجم بتاعه مترجم مارادونا، لان ما بينطقوش كلمه انجليزي. فقال الكلام ده، قال اللي انا خدته، كان خد 4 ورش قبل كده في الامارات، قال بقى اللي انا خدته في الارجنتين والاربع ورش اللي هنا ده كوم، واللي انا خدته دي شهاده موضوعيه، دي اللي خلتني قلت لا 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 انا لازم. حضرتك شفت ان دي شهاده منصفه جدا لك، يبقى انا ليا دور. لا انت عارف بقى، ما ربنا يديك طاقه كده. وكان واحد اسمه مجدي عصام للامانه مصري، راجل مدرب يعني بقى له 25 سنه هناك، قال لي يا كابتن ده دوره، ما ينفعش الامارات تبقى عامله كده. قال لي يعني الامارات حبيبتي تبقى عامله. انا كنت في الورشه 23، مصر ما فيهاش ورشه واحده. طيب كابتن فكري، ازاي نوصل المجهود الاولاد اللي دلوقتي بتشتغلوا معاهم في الاكاديميه، وحضرتك بتنقل الخبرات لمدربين وبدورهم بينقلوا للاولاد دول مع اشراف حضرتك المباشر عليهم، ازاي اوصل بالكوادر المميزه منهم انها تلاقي طريقها للمنتخبات وللانديه؟ ايه حلقه الوصل اللي هتحصل بينكم وبين الانديه والاجهزه الفنيه فيها، او المشرفين على قطاعات الكره فيها، وبين منتخباتنا الوطنيه؟ سؤال وجيه جدا كابتن محمد. انا عامل اللينك ده، فاتح قناه
مع هولندا، فاتح قناة مع السويد، وما بقول فاتح قناة قناة يعني شخصية مصرية عايشة هناك وقادرة انها اي حد اجيبها تقدر تسوقها هناك، والامارات. واحنا بعتنا فعلا اول واحد للامارات ولد عنده 15 سنة اسمه احمد، طلع الامارات فعلا، راح الامارات وراح اختبارات هناك في نادي العين وبحدد لك، وطلع التالت على 14 مدرب. هي ناقصة قرار، لاني القرار ده لو طلع من الاتحاد هيكمل، عشان طلع التالت على 14، هم كانوا جايبين 14 جون من انحاء العالم، طلع التالت في 14، وثلاث مدربين اجانب بيختبروه، مش مدربين مثلا مصريين هيجاملوا فكر صح، طلع التالت ويقول لهم يعني عرفوا مين اللي اداك الحاجات دي، لان شغلنا مختلف عن اي اكل ما شاء الله. يعني الخطوات بدات عندي دلوقتي، عندي دلوقتي نادي الداخليه حاليا في 2 فوق السن تحت الاختبار ولعبوا ماتشات معاهم، وفي 2 تحت السن معاهم، 4 حراس مرمى، نور واحمد ومحمدي ومحمد الشرقاوي. عندي جون بلال يلعب في اي نادي، يلعب اهلي زمالك، بس سنه كام؟ 20 سنة. يلعب في اي نادي اسمه محمد بلال، جاهز لانديه القمه في مصر. انا بحكي حتى في الاهلي، وانا حتى في مستوى الاهلي يعني انا، او انا لما ببعت العين ببعت ايه؟ ببعت هو شريط والشغل بتاعه واروح بعته بيشوفوه، واروح بعت مش واحد، ابعت ثلاثه هم يقولوا. الموضوع ده مش بس رساله فنيه حقيقيه كانت كل حاجه، ممكن يبقى له بعد تسويقي ومادي، يبقى بزنس ناجح جدا كمان. انا ما ببصش بمعايير النهارده، حضرتك مركز على البعد الخاص بنقل الخبره اكتر، لكن ده ممكن كمان يبقى له مردود مادي جيد جدا. وبرضو ان انا بساعد ابني، يعني واحد زي محمد بلال ده لما ينجح ويروح نادي وهو ما كانش حد مقتنع بيه، يبقى انا اديت واحد كان مظلوم. ده اسمه، ده خارج لان ده مش شرقيه، محمد بلال ده مش شرقيه، ما حدش عارفه خالص، ومش حتى انه من عند فكر صالح. حضرتك شايف النجاح كل اسمه يبقى نجاح شخصي للكابتن فكر صالح. احنا اسمنا مملكه العمالقه سبورت ستار، ولا برضو الراجل بيبص انه طالع من سبورت ستار. ان الرساله بتاعتنا كابتن محمد، احنا عندنا رساله عايزين نوصلها امام الله نمره واحد، هي دي فرع اسكندريه. انا بتحدى ان شاء الله التجهيزات اللي بتتعمل بالكابتن هشام زكريا هناك، هيبقى افتتاح اسطوري يوم الجمعه الجايه. مش عايز اقول لك، من قبل ما نفتتح الناس لغايه دلوقتي 20 30 واحد طالبين يخش. عايز اقول انا بفرح ان انا حاسس ان دي شجره، فالشجره عماله تكبر. حتى اما عملت الورش سميتها شجره العمالقه، اللي هي ايه بقى؟ الحب والوفاء والاخلاص. طب لو طالبين منك يعني من غير حرج بموضوعيه شديده نصيحه مجانية دلوقتي، حضرتك بتقدمها من خبراتك الكبيرة وحصيلة مشوارك الناجح جدا مع حراسة المرمى وتدريب حراس المرمى، لحراس المرمى في الدوري المصري، لمدربي حراس المرمى في الدوري المصري، خطأ شايفه متكرر شائع بيحصل كتير قوي ومحدش بيتدرجه خالص، common mistake. اولا لازم قبل ما ادي الحراس ادي ولادي المدربين، اقول لولادي المدربين من فضلكم العلم في حراسة المرمى بيتغير من يعني أنا بعد بطولة أفريقية دي لازم هتتغير حاجات، فلازم عليك أنك أنت تزود نفسك دايما، وخلي بالك من حتة التمركز. أن حارس المرمى عبارة عن، بقول دايما وبقولها كلمتين، مساحة وزمن، فهي الحتة دي اللي تعمل شغلك كلها عليه. المساحة هي التمركز السليم في المكان السليم في التوقيت السليم، والزمن سرعة رد الفعل، فيتموس، حتى تصل للفيتمو ثانية بتاعت الفيتمو ثانية. فده اللي أنا بقوله، نادي مليان خبرات. نادي الأهلي كابتن طارق ده من ولادي الأعزاء، طارق سليمان، كابتن طارق سليمان ومدرب ما شاء الله، عنده خامات كويسة جدا. بس خلي بالك إن في ظروف، يعني النهاردة شريف إكرامي، شريف إكرامي النهاردة كان بيلعب، انا فاكر سنتين ثلاثة كلين شيت، اما لعب في الجونة، وطبعا من هنا بقول له الف سلام عليك، وانا اطمنيت من اكرامي الكبير ان الحمد لله القصة اللي كانت الحاجة ازاي ده اللي كانت بتشيلها اكرامي ده يا جماعة في الجونة خد احسن حارس مرمى وهو في الجونة. فالنهاردة النادي الاهلي مليء، كابتن علي لطفي ده ابني يعني ما شاء الله عليه. فعايز اقول النادي الاهلي مليء بعمالقه، ظروف كانت متغيره
تعرف تغيير جهاز مع تغيير سيستم طريقة مع إصابات، يعني في جوان لعبت وكان في ناس عن في 6 إصابات مثلا في الفرقة، فكل حاجة كان لها بتأثر على حارس المرمى فريقه كامل قدامه. النهاردة لما اجي ابص محمد الشناوي واخد مان اوف ذا ماتش في كاس العالم اللي مش اي حد ياخدها، في حاجات ايجابية كتيرة. بس انا برضو عليا كمدرب حراس ان انا اراجع في ايه، وبرضو بدي نصيحة لكل اولادي، خلي بالك العامل النفسي، انت بتدرب تدريب فني وتدريب بدني، ولكن اهم من الاتنين دول التدريب النفسي عشان يبقى فيه الاتزان النفسي اللي موجود من اول يوم. في حراس ممكن ما يكملوش لانهم فنيا كويسين بس نفسيا ما عندهمش الثبات الانفعالي بتاع التحمل. عشان كده انا عشان كده وحدي مثل، لو تفتكر ايام فريق الشباب كان اللي بيلعب كل البطولات ابو جبل العظيم كل التصفيات، بس لما بدانا البطوله لعب مين؟ علي لطفي. طب لو علي لطفي مش جاهز نفسيا يقدر يبقى واحد اللي لعب التصفيات كلها وفجاه يقول له وفجاه تقول له ولا خش يلعب البطوله؟ دي سمات في الشخصيه بقى. لا هو ازاي تعد؟ انا كنت بعدهم نفسيا وهم اكيد سامعيني، اذا كان ابو جبل ابني او علي لطفي بعد، انا كنا انزل غيط اقول لهم سياده الرئيس هيقعد فين. اول مره قالوا كان فكر اتجنن. يعني انت عارف في حاجه اسمها التخيل والتخزين، فبتخلي الحارس المرمى بتاعك من اول يوم بتدربه انت خلي بالك ان جوان النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي بيلعبوا تحت ضغط جماهير، لازم تعدوهم الاعداد النفسي من اول لحظه مسكت فيها التدريب. ازاي بقى؟ خطه معينه فيها اسمها خطه الاعداد النفسي، وده بقى كتير يعني كبير قوي لو حكينا. طب الاعداد النفسي بصراحه كافي ولا احيانا لا يعني لازم في دور مكمل لشخصيه الحارس نفسه؟ يعني حضرتك ممكن تبذل نفس الجهد تلاقي حارس استجاب وبقى عنده كل سمات القائد في الملعب والثبات الانفعالي، وحارس اخر ما عندوش المواصفات دي ولا كلهم بيستجيبوا؟ اصلي انا لازم اخد زي الدكتور، دكتور حتى النفسي اما ما يقدرش يعالجك الا لما يقعد معاك قاعده والثانيه والثالثه. انا لازم اخد مفتاح عصام الحضري، واخد مفتاح اكرامي الكبير، واخد مفتاح سطوحي، واخد مفتاح الله يرحمه ثابت البطل، عشان اتعامل مع ثابت البطل. انا لما كنت بجيب العظماء دول خلي بالك انا كنت اصغر منهم، يعني علي النجار كان اكبر مني بعشر سنين، كابتن سطوح المنصور اكبر مني بست سنين، كابتن ثابت البطل العظيم اكبر مني بثلاث سنين، كان اللي قدي ممكن اكرامي الكبير. طب انا كنت ازاي بتعامل؟ لاني عندي القدره من عند الله ازاي باخد مفتاح الراجل ده، المفتاح اللي بيديني الشخصيه بتاعته، فبقدر اتعامل معاه من هذا لاني خدت المفتاح. طب انا هضرب لحضرتك مثال وحضرتك تحلل لنا الحاله دي، بس انا ما استاذنتوش اني اقول فمش هقول الاسم. هو حارس مرمى سابق صديق عزيز كان متميز جدا، قال لي وانا بديل وانا احتياطي كنت بلعب ماتشات والجمهور والاعلام بيقول هو فين ده يستحق بيلعب ماتشات بمستوى عالي جدا وهو بديل. اول ما لقى نفسه بقى الحارس رقم واحد قال انا ما احتملتش الضغوط الجماهيريه والاعلاميه وبقيت اخطئ اخطاء فنيه كتير فما استمرتش، لاني كان الماتش بالنسبه لي سهل ماتش 2 3 كبديل. لما بقيت انا نمره واحد لا لقيت نفسي بغلط كتير قوي غلطات. مين بقى كان هنا الدور ده؟ دور اللي كان بيعده نفسيا. لا 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 لازم ما يخلوش ما جهزوش نفسيا كويس الفتره دي. ده اللي انا بقول، مش بتكلم على انا بتكلم بشكل عام، بشكل عام في اي نادي ده دور مهم جدا مهم جدا جدا. عشان تنجح لازم نمره معاك مفتاح شخصيه الحارس اللي معاك. طب سؤال فني سريع كابتن فكري، مشاكلنا ده هو عصام الحضري بعد اذنك حضرتك حد يقدر يلبسه شورت بعد 30 سنه؟ حد يقدر يحلق له شعره اللي بقاله 30 40 45 سنه بيه؟ عصام الحضري تقدر تغير كل اللي انت شفته ده الا اذا كان معاك المفتاح؟ لا طب الكي بتاع الشخصيه بتاعته ازاي توصل له؟ لا وده وصل لمراحل كمان من الاعداد النفسي سواء بالشغل مع حضرتك في المنتخب او مع الكابتن ناجي في الاهلي، انه كان بيتحدى نفسه. يعني دخل في تحدي وقت تعاقد الاهلي مع نادر السيد وبقى فيه نجمين كبار جدا في حراسه المرمى وتغلب على نفسه. انا هقول لك مستوى غير مسبوق. انا هقول لك سر، وانا موجود في المنتخب وشايف، وكان احنا كان دورنا مختلف انا والكابتن احمد ناجي، بس هو ربنا كرمه ان هو على كبر بقى في المنتخب.
انا كنت في المنتخب والكابتن احمد في النادي، فكان في وقت من الاوقات بجيب الكابتن احمد ناجي واشوفه فاتح مفاتيح مفتاح عصام ازاي. انا مره رحت الاسماعيليه مخصوص للكابتن احمد ناجي، كان عندهم مباراه مهمه وكابتن جوري قال لي تروح بالنيابه عني، وكلمت مستر يعني رحت هناك قلت له كابتن جوري، وقعدت مع كابتن احمد ناجي قلت له قول لي انت ماسك المفاتيح مفتاح وصلوا للحاله دي ازاي، مش عيب فهمني، لانه وصل مع كابتن ناجي انعكست الايه، كابتن بقى في المنتخب وانا بقيت ماسك عصام فادي ده. فكان يسالني يعني واحنا في الامارات مره قابلني الكابتن احمد ناجي قال لي اخبار مع عصام، قلت له كذا، قال لي لا 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 ما صدقش، قلت له والله العظيم لا. اتغير كذا وتغير كذا، عارف ليه؟ لان مسكت مفتاح معين. يعني فسبحان الله هي الادوار بتيجي كده، بس اهم حاجه للمدرب انه يبقى ماسك مفتاح الشخصيه اللي يعرف يوصل بيها الحارس لاعلى مستوى ويعالج العيوب اللي عنده، وحتى مش فنيا ولا ليه. انا حارس ممكن يخلع مني ويصل الى لان بين هي شعره بين الثقه والغرور، فممكن حارس لو انت ما لحقتش دخل في مرحله بقى دخل في مرحله الغرور، لا حتى سيبك مش الغرور ان هو هيرفع رأي، الغرور في اللعب فيكلف جوال، لانه خلاص بيتصرف على ان انا نجم ومش إن محتاج انا قادر على لا الجهاز الفني قال لي حاجات انا مش هركز فيها. ساعات ممكن كور يا كابتن محمد ما نخاف سلم، انما انا قادر تقوم تطلع تاخد قرار تبوظ بيه الدنيا كلها، لانه ما عملش الحاجه اللي هي سليمه 100% المتعارف عليها. فهمت قصدي؟ الثقه لو تحولت فهي دي بقى لمين اللي يشمها، مش الناس من بره، هو انا بسميه مدرب العمالقه. طيب عشان كده انا الكرات العرضيه مشكلتها ايه في مصر؟ بص حضرتك بمنتهى الصراحه، منتخبات، انديه كبيره، انديه صغيره، بطولاتنا المحليه، بطولات دوليه، 99% من الاهداف اللي بتدخل في مرمى الفرق والمنتخبات المصريه طول عمرنا نقول في خلل في الهارموني بين خط الدفاع والحارس او عند الحراس في ايه في الكره العربيه. هرد على حضرتك بسؤال، كلنا نفتكر ونتذكر اما نقول سيره العظيم رحمه الله عليه ثابت البطل، نقول احسن واحد في مصر يطلع كره كان هو وبيل انطوان. صح بيل، كويس. طب ليه؟ عشان الكلمتين اللي انا قلتهم، فوت ورك والتحرك اللي هي مساحه وزمن، كان احسن واحد بيبقى واقف في التمركز السليم. فالتمركز السليم بيدي كان ثابت، عارف رحمه الله عليه كانه طيب مش هترم الله يرحمه. انا فاكر كان ثابت كان اول حارس اشوفه بيجري عينه باصص وراه مش قدامه، عينه على الكوره وبيجري جوه 18 مستنيه عشان يطلع لها في مكان مناسب. فهي دي، فده اللي احنا عايزين نربيه الاجيال الجديده، لان خلي بالك دي مش سهلة. يعني دي أولا بتبقى حاجة من عند الله، زائد يعني حتى أيام كابتن ثابت البطل ما كانش فيه العلم اللي موجود حاليا دلوقتي، لما هي دي كانت من عند الله. مش كتير الحراس اللي عندهم اللي كان بيعمله كابتن ثابت رحمة الله عليه، إنه كان يتحرك حتى على الخط قبل التسديدة، فممكن يمسك الكرة وهو واقف مكانه غير ما يترمي. هي دي الجملتين، مش أنا قلت مساحة وزمن، انت عارف لما حتى قلت المدرب لو الكلمتين دول هيخليك تشتغل، لان لازم عشان مساحه وزمن لازم تشتغل في تورك ولازم تدي قوه الرجلين، ما انت عشان تتحرك صح في المكان الصح في التوقيت الصح. فيعني هي القصه كده، وده اللي انا بحاول اديه كابتن محمد، لانه مش موجود في كتاب. المحاضر بيعمل ايه؟ عشان كده دايما لما انا بطلع بقول والله انا ما محاضر، حتى قلت الكلام ده في هولندا قصاد 116 مدرب من العالم بعد كل كاس عالم، قلت لهم انا لست محاضر، انا راجل ظابط صاحب خبرات في المجال، ربنا اداني خبرات وانا عندي 23. حتى كلهم بصوا واستغربوا، بصوا واستغربوا ان واحد بيقول انا جاي حاضر وانا مش محاضر. انت فهمت قصدي ايه؟ في وسط عمالقه يعني. فالمهم
اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم الخلال الاهلي ليله، ونبدا هذا الحوار بالترحيب بضيفنا ونجمنا طبعا الكبير وصاحب الخبرات والانجازات الكبيره في عالم كره القدم على مستوى الانديه والمنتخبات، وتحديدا في مجال تدريب حراس المرمى، وكان دائما ابدا اسمه بيطرح كافضل وواحد من افضل العناصر القادره على اعداد حراس مرمى الانديه والمنتخبات في مصر والوصول بهم لاعلى المستويات، الكابتن فكري صالح. اهلا بحضرتك وسعداء جدا بوجودك معانا كابتن فكري. اهلا كابتن محمد، وشرف عظيم ليا ان اكون في قناه الاهلي، قلعه النادي الاهلي العظيم. فانا وانا جاي هنا ببقى سعيد ان هكون في قناه النادي الاهلي ومع فريق الاعداد الجميل وحضرتك. انا بقى لي سنه يمكن ما شفتش حضرتك، انما ببقى سعيد جدا وانا جاي وسعداء بتشريفك، ودايما نسعد بيك على شاشه قناه الاهلي. الله يخليك، وسعداء بوجود حضرتك معانا النهارده. كابتن فكري صالح، عندنا موضوعات كتير قوي حابين نسمع رايك فيها النهارده، نبداها بمنتخب مصر. الحدث الاهم حاليا هو منتخبنا الوطني وانطلاق، اولا رايك ايه في انطلاق البطوله وفي شكل افتتاح كاس الامم الافريقيه؟ والله انا طبعا عايز اهنئ نفسي وهنئ كل واحد من شعب مصر العظيم، ان احنا ربنا ادانا هدية من عنده، هو سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي دايما كان بيقول مصر ام الدنيا وانا عايزها تبقى قد الدنيا. انا شفت يوم الافتتاح ان بدأت مصر تبقى قد الدنيا، سواء في عيون المصريين او في عيون العرب او في عيون الاجانب وتعليقات كل محطات الاجانب. خلي بالك ان بعض لقطات التلفزيونيه ما كانتش قادره تتذاع عندنا، كانت بتتذاع بره بشكل معين تاني مختلف للاجانب، امكانيات الميديا بره اكتر. فطبعا انا فخور جدا جدا ان انا الاقي حدث زي ده. وخلي بالك ان اي حد بينظم بطوله بيقعد سنتين وست شهور اما بياخد قرار ان البطوله عنده، سنتين وست شهور وبعض الايام. احنا خدناه في اقل من اربع شهور لان كان عندك شهر رمضان العظيم والاعتذارات اللي حصلت قبلنا. لا انا قصدي انت استلمت المهمه في وقت قبل البطوله جدا. في اربع شهور كونك انك تعمل كل ده بكل الانظمه تغيرها، يبقى عندك انت عندك استاد القاهره دلوقتي، ارضيه الملعب زي اي ارضيه في العالم، مش على مستوى العالم العربي، لا في العالم. لو اتكلمت على ريال مدريد، اتكلمت على اي نادي بره، هتلاقي المواصفات اللي موجوده في استاد القاهره النهارده نفس المواصفات اللي موجوده عالميا. فطبعا ده ابننا العزيز ابن النادي الاهلي ونجمنا الكابتن محمد فضل مدير البطوله، اللي يعني كلنا طبعا بنشيد بجهده الكبير مع فريق العمل المصاحب له، كان عمل حوار في الايام اللي فاتت وقال ان احنا قدرنا في زمن قياسي ننقل ملاعبنا والبنيه التحتيه الرياضيه واستاداتنا المصريه 15 سنه لقدام. لا انا عارف، اللي حصل عايز ارفع القبعه له لحاجه واحده، انه اشتغل في صمت ما اتكلمش عن حاجه. يعني الكابتن فضل اشتغل واشتغل واشتغل واحنا شفنا النتيجه، وهو ده اللي احنا عايزينه الفتره القادمه. يعني حضرتك شفت صوره مشرفه لمصر امام العالم كله يوم افتتاح كاس الامم ده بلا شك. نخش بقى بعد هذا الافتتاح العظيم، كانت في مباراه صعبه جدا على منتخب مصر. ليه صعوبتها؟ ان انت اولا بتلعب على لاول مره من فتره طويله جدا على استاد القاهره وامام الجماهير، ومطلوب منك هذه البطوله بعد هذه المواصفات دي لازم تاخدها. كل ده عبء زائد طول السنه اللي فاتت باحداثها بالتاجيلات، السنه كلها كانت انت عارف في راحات قليله، في ماتشات بتتلعب كل 3 ايام، كل ده انعكس على الاداء. وكان الاداء بتاعنا انا بعتبره في اول تايم كان يعتبر اداء كويس، ضيعنا فرص. يعني بلغتك الراقيه جدا عايز توصف بانه كان يعني بس بلغه مهذبه جدا، وكان موسم ملخبط بكل المقاييس يعني. فبالتالي كل ده ادى ان احنا شفنا اللعيبه حتى التايم الثاني العطاء بتاعها قل عن التايم، الا واحد
العطاء بتاعه محمد الشناوي كحارس مرمى بما اني ده تخصصي، انا شفته يعني يكفي ان انا بلغه الارقام هو لمس الكوره اول تايم 4 مرات منهم واحده اللي هي الانفراد، الكرة السريعه اللي اتلعبت من الفاول في الدقيقه 54 دي كانت ممكن تغير مجرى المباراه كلها. وصلت لكمان امهر لاعبيهم بليات هو اللي حاول يخلص الهدف يعني لولا انه تصدى لان كان في تمركز رائع وفي توقيت مناسب جدا، كان عنده شخصيه حارس المرمى اللي هي شخصيه حارس مرمى المنتخب اللي هي تقدر في وقت الزنقه لا انا موجود. نيجي تاني طيب هنلاقي لمس الكوره 33 مره، يعني انا بقول 4 مرات في الشوط الاول طبعا فيهم ال 33 مش كلهم مواقف، فيهم بدايه هجمات 14 مره كلهم صحيحه، كورتين بالعرض، موقفين بالعرض تصدى لهم، كوره خلفيه عكسيه قدر يجيبها، تسديدات 3 تسديدات قدر يتعامل معاهم بكل ذكاء، بدايه الهجمات بتاعته كانت سيطرته على خط الظهر في التوقيت الصعب ده، خلي بالك ان اخر 9 دقايق كانت صعبه علينا وهم كانوا بداوا لانه هدف واحد والفريق هدف واحد بدا يحاول بقى يتعادل وانت هدفك انك انت توصل بال3 بونت، فانا بحييه وبتمنى له ان المباراه اوغندا مباراه الكونغو ثم اوغندا يستمر على هذا العطاء، هيبقى له شان كبير. يعني حضرتك شايف ان نجمنا محمد الشناوي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ادى مباراه فنيا مقنعه بالنسبه لكابتن فكري صالح، مقنعه جدا بالنسبه لي، مباراه مستواها عالي، مستواها عالي جدا رغم قله المواقف زي ما بقول لك، بس في موقف واحد غير مجرى المباراه كان ممكن يدخلنا يدخلنا في حسابات تانية. زايد انا مش ببص صد ايه وعمل ايه، الشخصيه بتاعته كانت عامله ازاي، التحركات بتاعته، هل بدايه الهجمه بتاعته صح ولا غلط، وامتى، ازاي في توقيت معين يقدر يسيطر، كل ده انا بشوفه بمنظار معين. طيب الحاله اللي حصلت قبل كاس الامم، واحنا نرجع لكاس الامم بعد شويه ونسمع راي حضرتك في مستوى حراس منتخبنا بشكل عام، سواء النجم محمد الشناوي اللي بيبدا حاليا كحارس اساسي للمنتخب او البدلاء اللي لا يقلوا طبعا، وكان في منافسه بينهم طول الفتره اللي فاتت. مريت بده حضرتك مع الكابتن الجوهري رحمه الله والجهاز الفني في مواقف كثيره، كان دايما مطروح في فترات الحضري ولا نادر مع حفظ الالقاب للجميع نجمين كبار، مين الاجهز للبطوله دي، وكان دايما بيثار ان في قرارات وفي خلافات فنيه بتوصلوا من خلال القرار، ازاي بيتخذ القرار داخل كواليس الجهاز الفني للمنتخب؟ والله انا هديك امثله عشان اقرب. في بوركينا فاسو انا بدات بنادر ساي، ودايما لما ببدا كنت ما بنقعد على الترابيزه كابتن علاء نبيل وكابتن فتحي مبروك والجنرال العظيم كابتن محمود الجوره رحمه الله عليه وانا، فكنا اما باجي فكري الحارس بتاعك مين، بقول مين وليه، وكان لازم بحط دايما على الاقل 3 اسباب 1 2 3، فكان ياخد ويسال الجهاز كله وبعدين في الاخر يقول انا مع الكابتن. تقييم فني بحت يا كابتن فكري، مش بتحبه وتكره، لا لا مش عندي حارس دايما لا عايز هو اللي يبتدي، وهنوضح للناس ان حضرتك قراراتك والله اختلفت. والله بحلف بالله واتحاسب على هذا القسم يا كابتن، انا في وقت من الاوقات كنت بحبه جون وفي جون اقل منه في الحب، انما انا كنت واقف مع الجون اللي هو اقل من قلبي، اللي هو مش اقرب لك يعني، ليه؟ التاني الاقرب ليه يا كابتن محمد؟ لاني انا غلطت غلطه مره واحده في حياتي ومن بعديها العدل اساس الملك. الغلطه دي كانت في كوماسي مع نادي الزمالك اما اتغلبنا 5-1، هي غلطه واحده في حياتي، بعديها بقيت لا عواطف بالنسبه ليا وانا بحط اي قرار عشان ربنا يكرم. طب ما دام اتكلمت بالصراحه دي تحب تقولها لنا ذكرياتك عن الموقف ده، او ايه الحاجه اللي قلت ان انا اخطات فيها فمش قرار؟ انا كان المفروض هنلعب مباراه مهمه جدا مع كوماسي، وكان الكابتن عادل مأمور كان عنده وتر اكيلس كان اتقطع وعمل عمليه وكان راجع من الاصابه لسه مش جاهز وكان ايمن طاهر جاهز جدا، كابتن ايمن طاهر، فكان الجهاز الفني برضو باركر كان بياخد بالاصوات، كابتن محمود سعد صوت، كابتن احمد مصطفى صوت، وانا صوت، وهو صوتين، وهو كان مقتنع ان انا تماما العدل اساس الملك، لا بحبه ولا بكره، فهحط ايمن طاهر. فلما جه نحط يوميها
سأل الكابتن محمود سعد قال له عادل مأمون، كابتن أحمد مصطفى قال له عادل مأمون، كابتن فكري عارف هيقول أيمن طه. فوجئني، فوجئ بي أن أنا حطيت وشي كده وقلت له عادل مأمون. الراجل اتجنن، وشه ده احمر واخضر، لان كنت ساعتها لو هو قرر انه كابتن ايمن طاهر معاك هيرجح الثلاث اصوات. ما هو انا بحكي لك، فرح قايل انا عمري ما هغير، انا همشي بقرار. ايه اللي خلاك تقرر انه كابتن عادل في الوقت ده؟ قلت امشي مع المجموعه يعني؟ مش امشي مع المجموعه كابتن، انا صريح. كابتن محمود سعد وكابتن احمد مصطفى سيطر اثروا عليا في قرار. قرارهم اثر على قرارك؟ لا 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 لا، لا قبل ما اخش القعده، قبل ما اخش طلبوا منك تختار طلبوا من عادل مأمون وابني، وانه طالع من اصابه ولازم نقف جنبه، وهو يعني هيحصل ايه، هو مش هيقدر. رغم احنا كنا عاملين حاجه غريبه، كنا عاملين انا واخد ايمن طاهر وهو واخد عادل مأمون، كان الماتش ده الراجل قاري ان هو كلها اوفرات يعني كور عرضيه، فالجون هيختبر ومحتاجين يبقى جاهز. فهو كنا بنشوف مين، وفعلا الخمس تجوان دخلوا من كور عرضيه. فيعني دي قصة الوحيدة اللي في حياتي يا كابتن. من بعدها ما كررتها، لم أقررها، اللي مش جاهز ما اختارش، استحالة. حتى لو أنا قلت الصح ونزلت وحصل حاجة غلط، بس الحمد لله من يوميها أنا اخترت عامر شفيع 17 سنة ونص، جون درجة تانية في الأردن. الكابتن جوري رحمة الله عليه بقى يروح ويجي يقول لي عامر شفيع ده ما لعبش قبل كده، طب الخبرات؟ اقول له يا كابتن انا يعني هضيع اسمي واسمك، عامر شفيع بتفرج عليه احسن واحد شايفه في الماتش. لا كان لسه درجة تانية، ده كان عمره ما لعب، ده راجل ما لعبش، واسمه الامير علي بن حسين عايز جيل جديد من الحراس. فانا كنت بشتغل معاه بقالي تالي، فالكابتن كان جوري عايز يعمل ايه، يمسك العصاية من النص، احط جوان اتنين كبار وعامر شفيع وعامر شفيع. قلت له لا، لاخد الثلاثه الكبار، لاخد ثلاثه صغيرين. فيعيني يروح ويرجع ثلاث مرات. قال لي يا فكري، قلت له يا كابتن انا عمري خذلتك، توكل على الله. فعلا كان عنده حسن ظن، الولد خد في اول بطوله لعبها دي وهو درجة تانية في يعني اليوم. حضرتك اخترته من متابعتك له في الدرجة التانية في مباراة درجة تانية وكان 17 سنة وما فيش خبرات لسه، ولعب اول بطوله دي كانت البطوله العربيه، ما كانش فيها احسن حارس مرمى، كان فيها احسن لاعب، خد احسن لاعب في البطوله. في البطوله هنا بقى دور العين الخبيره وتاثيرها، ان انا اختار الافضل يا كابتن فكري، ده امر مهم جدا في كره القدم. ده اكيد وله تاثير كبير على النتائج. وانا برضو مقتنع ان الكابتن، لان الكابتن احمد ناجي مدرب عظيم، خبراته طويله جدا سواء في النادي الاهلي، سواء في خارج مصر، في ايران، سواء في قطر، يعني راجل خبراته كبيرة جدا وبيعرف يجهز كويس قوي. فهو أكيد حتة الاختيار دي، هو أصل ده بوزيشن واحد، مركز واحد، يعني حارس المرمى هو واحد يعني غير الفرق. وجالك وقت كان في بينكم تنسيق مشترك، لان حضرتك كنت في منتخب مصر في الجهاز، وكابتن ناجي كان في جهاز النادي الاهلي، وكان في وقت وصل مع الكابتن عصام الحضري لاعلى مستوى بقيت حضرتك بتعتمد عليه. هنرجع نكمل كلامنا عن المرحله اللي حضرتك قلت فيها للجهاز الفني ولرحمه الله عليك كابتن الجوهري والجهاز المعاون، انه انا مقتنع، يعني كلام على لسان كابتن فكري صالح، بان نادر السيد افضل في البطوله دي وهو اللي يبدا كاساسي، واعتمدوا على رايك. وفي بطوله اخرى قررت ان الكابتن الحضري هو الاجهز وهو اللي هيبدا، واحترم رايك واحترم رايي. وفي المرتين كنت حضرتك موفق في القرارات، ولانها بتبقى دايما باسبابها، واحد اثنين ثلاثة اربعة، اسباب علمية، اسباب فنية. فحتى في عايزين نفكر الناس بالموقفين دول. في بوركينا فاسو، في بوركينا فاسو احنا بدأت بنادر السيد، رغم ان عصام الحضري كان هو الاساسي، ولكن بدأت بنادر السيد بناء على ايه؟ مش قبلها بيوم، كان عندي بطولة ودية الناس ناسية في تايلاند، اربع ماتشات، فعصام خد ماتشين ونادر السيد خد ماتشين. النتيجه بتاعتها تقول لي لا، الجون اللي جاهز هو نادر السيد. فخدت القرار مش قبل المباراه بيوم، مش قبل المباراه بيوم، من خلال ده من قبليها ب 10 ايام 15 يوم كان القرار عندي وكنت قايله. وقد كان نادر عمل بطوله. وبعمل ايه يا كابتن محمد؟ بقول للكابتن جوهري عشان يقول للجهاز، عشان لو في تغيير، ما انا مش عايز اشد العمليه قبل البطوله بيوم. لا ده خلاص مش عايز توتر، عايز اللاعبين. انا خدت الاوكي
بس بقى مخبي ليه؟ لان وارد الاصابه في اي لحظه. صحيح، فمش عايز حد ما يهتمش بالتدريبات، ولكن يبقى انا بعارف بدي الراجل اللي حبدا كيف كان يتعامل. يعني بعد الفاصل هنستكمل حديث حضرتك كابتن فكري صالح، ونعرف ازاي كان الكابتن الجوهري وجهازه المعاون بيحترم رايك، يحترم التخصص، وياخد براي مدرب حراس المرمى وهو اللي يقرر مين يلعب المباراه دي، رغم تاريخ وخبرات كبيره جدا موجوده عند الكابتن الجوهري. فاصل ونعود. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ونجدد الترحيب بالكابتن فكري صالح صاحب الخبرات الطويله في مجال تدريب حراس المرمى على مستوى الانديه والمنتخبات داخل وخارج مصر. اهلا بحضرتك مره ثانيه كابتن فكري. اهلا بيك كابتن محمد. قبل الفاصل كنا بنتكلم كيف كان يتعامل بديمقراطيه شديده رغم خبراته وقوه شخصيته المعروفه عنه الكابتن الراحل الكبير كابتن محمود الجوهري والجهاز المعاون، لما كابتن فكري يقول الرؤيه الفنيه ان انا هختار حارس المرمى الفلاني هو اللي هيبدا المباراه، حضري نادر، بنتكلم عن اي نجم من نجومنا، بوركينا فاسو مثلا. بدأنا البطولة بنادر السهل رغم ان هو كان عصام رقم واحد. اما لعبنا ماتشين الاولانيين وجينا هنلعب المغرب، فوجئت ان الجهاز كله عايز يلعب عصام الحضر، الجهاز كله يعني كابتن جول علاء نبيل، كابتن علاء نبيل عظيم، كابتن فتحي مبروك العظيم القدير. فقلت لهم لا على الترابيزة، ولا ليه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، رغم ان الكابتن جوري كان ميال معاهم، يعني ما كانش خد القرار، ميال معاهم، انما مجرد ما قلت اسبابي قعد قال لهم انا مع الكابتن فكري في اسباب خلص. ولو تفتكر نادر كمل، وكان الاختيار نجمنا الكابتن نادر السيد في 98 وتألق، وكان الاختيار وكان ظهر ايضا بمستوى اكتر من رائع كابتن عصام الحضري في 2002، قصه ثانيه مصطفى كان بديله، وكان الاحتياطي في 2002 هو نادر السيد والاساسي عصام الحضري، تبادلوا هم الادوار في المنافسه بينهم، لان كل وقت دايما انا اقول كل وقت له اداء، اهم حاجه تاخد التايمينج المظبوط، وبرده ما تعملش ضغط على الحراس، لان كان لازم دايما لما ببدا بطوله اوازن ان الثلاثه محتاجهم. انا هدي لك مثال، انا في بطوله افريقيا 82 احتجت ثلاث حراس مرمى لعبوا، ومين بقى هم؟ بدانا بعادل مأمور اصيب، لعب اكرامي العظيم وخد في البطوله دي 82 وحش افريقيا من الاداء الغير طبيعي. ثلاثه اتعور، نزل مين المباراه النهائيه؟ كنا بقى وصلنا ضربات جزاء ضاعت وبتاع، فلعبنا على الثالث والرابع، نزل الكابتن العظيم رحمة الله عليه ثابت البطل. يعني التلت حراس مرمى بالوزن اللي أنا بحكيهولك لعبوا بطولة في نيجيريا، بطولة أفريقية، البطولة كانت سنة 1982. فعايز أقول وارد كل حاجة، النهاردة لازم أحافظ على التلت حراس. يعني النهاردة محمد الشناوي بيلعب، أحمد الشناوي وجنش دول أحسن تلت جوان موجودين على الساحة حالياً، كل واحد له الميزه بتاعته، لازم احافظ على الثلاثه دول. محمد بيلعب كلنا وراه، لان وارد ان حضرتك اللي تلعب النهائي، ووارد ان حضرتك تلعب قبل النهائي، لازم يبقى كله مركز، لازم يبقى كله مركز في كل الدرجه وينسى نفسه، والكل على قلب رجل واحد، ودي الاهم. يعني بتمرن، يعني هل مطلوب المنتخب يدرب كل حراس المرمى بنفس الجديه ونفس درجه الفوكس او التركيز على كل حارس مهما كان الحارس الاساسي، ان كله يتمرن بنفس جرعات التمرين؟ ده لازم، نفس الاهتمام الفني. ده بالعكس، لان اللي لعب خلاص، اللي لعب مش عشان لعب، حمل الماتش لازم اديه للتاني والتالت. خلي بالك ان ممكن يبقوا عايزين جرعات اكتر شويه، ايوه، عشان حمل الماتش ده مش هقدر اديه الا بتدريب زياده، عشان ياخد الاعباء النفسيه اللي كانت موجوده في المباراه. فانما اهم من كل ده ان لازم الكل مع الكابتن القدير حبيبي واخويا وابني احمد ناجي، لازم يكونوا على قلب رجل واحد، ويبقوا واقفين فعلا. لو احنا نفتكر بوركينا فاسو كان عصام الحضري، كل نادر السيد هو اللي بيروح يشيله، لو تفتكر. صحيح. لو نرجع ليه دي
بتديك الانطباع. بوركينا فاسو كان نادر السيد، ما كان نادر بس مين اللي بيروح، مين اللي بيروح يحتفل معاه، يحتفل معاه بعد كل مباراه، وبالذات مثلا لما كسبنا بوركينا فاسو خلاص هنلعب النهائي مع جنوب افريقيا، ضربات الجزاء مع ساحل العاج، بطوله 98 قدامنا، مين اللي كان بيجري، كابتن نادر السيد عمل بطوله مستواها رائع، منتخبنا كله كان مفاجئ في البطوله، دخل فيه جون واحد، لان كمان كابتن محمود الجوهري كان ذكي جدا في انه ما رفعش سقف التوقعات، وقال انا تصنيفي بعيد قوي في البطوله دي، وقال انا رايح وانا في المركز 13 بس، واحنا رايحين والله والله يا محمد، واحنا رايحين رغم الظروف الصعبه، قال لك سيب الجمهور وسيب الناس، احنا مش هنرجع الا بالبطوله، ده من اول دي البطوله اللي فيه نقاد اعتذروا للنجم حسام حسن، أيوة أيوة أيوة. لما قالوا له كفايه عليك في الاصابه اللي سبقت البطوله، عواجيز الفرح، انت فاكر العنوان، ما هو العنوان واحنا طالعين عواجيز الفرح. طب اقول لك حاجه، اتحاد الكوره سلم منا المخازن يعني حتى اتحاد الكوره كان شايل الطوبه بتاعتنا، خد المخزن بتاعنا اللي كان موجود في دار الدفاع الجوي، انكم راجعين تمشوا، ان احنا راجعين ماشيين. فعايز اقول لك كده يعني، فده مهم جدا، ان لان الثلاث حراس الاصابه بتيجي في لحظه، فوارد ان الثلاثه، وانا متاكد يعني، انا حتى في زياره كده مع الكابتن الروح المعنويه عاليه جدا وما شاء الله، سواء لا زي ما حضرتك قلت احنا كلنا على ثقه بخبرات كابتن ناجي، وانه قادر على اعداد الحراس بافضل شكل، النوعيه اللي موجوده اذا كان مميز جدا، اذا كان احمد الشناوي او جنش ما شاء الله، فهم على قلب رجل واحد، وبالتوفيق، لان هو حارس المرمى النهارده 70% يا كابتن محمد، يعني كل ما هذا البوزيشن هيبقى قوي قوي للخطوط احنا بنقرب من البطوله. طيب كابتن فكري، يعني واضح من كلام حضرتك انك مقتنع بمستوى حراس المرمى في الدوري المصري ومستواهم الفني، وطبعا منهم افضل الاختيارات اللي انضمت للمنتخب نجمنا محمد الشناوي واحمد الشناوي وجنش، كل النجوم الموجودين في منتخب مصر نجوم حراسة المرمى من الاهلي والزمالك وبيراميدز حاليا. حضرتك مش مع الاراء اللي بتقول ان الجيل الحالي اقل موهبه من اللي فاتوا؟ يعني في ناس بتقول كان في وقت زي ما حضرتك قلت المنافسه بين اسماء كابتن عادل مأمور مع كابتن اكرامي مع كابتن ثابت البطل مع الكابتن شوبير دخل مع المجموعه دي، وبعدهم جيل تاني كابتن الحضري وكابتن نادر السيد وكابتن عبد الواحد السيد، اجيال كل حارس منهم حارس طارق عبد العليم عشان دخلت اسماء المندوق يعني، بس احنا بنتكلم في المجموعه اللي كانت الابرز في الفتره دي، ودخل بين الاجيال دي طبعا اسماء تانية كلهم على مستوى عالي قوي. جاء وقت بدات الناس تقول ما بقاش عندنا الحارس القوي جدا، ما بقاش عندنا حراس المرمى زي زمان، حضرتك مختلف مع اصحاب الراي ده ولا لا؟ طبعا مصر يا استاذ محمد دايما وزي ما بيقولوا ولاده، المواهب لا تنضب، وده اللي خلاني اما نبقى في وقت نتكلم عن المشروع اللي انا بعمله، هو ده وقت الانتقال للمشروع، 100 حارس مرمى محترف. ليه بدات ازاي الفكره، او عايزين حضرتك تدي العنوان الرئيسي للناس، ومن اين جاءت الفكره؟ الفكره جت ان مصر 105 مليون وما تلاقيش حارس مرمى محترف بره، او تلاقي المشكله اللي احنا بنلاقيها حارس مرمى فوق شويه والمستوى ينزل والمستوى يطلع. طب ازاي دي مصر دي مليانه؟ فكان الفكر اللي جالي ان انا عايز اعمل مشروع، المشروع ده يبدا من 5 سنين لعشرين سنه، ويبقى ازاي ادي هذا الحارس الجرعات المظبوطه اللي تخليه من الناحيه الفنيه والناحيه النفسيه وحتى من اللغات، انت عايز واحد محترف يبقى لازم من صغره يبقى بيتكلم لغات، يبقى لازم من صغره، عايز اعمل التربيه والتعليم، احنا كان زمان نقول التربيه والتعليم، قبل التعليم فيه ايه؟ التربيه، وده اللي انا بعمله دلوقتي. لقيت راجل وطن، هذا الرجل اما عرضت عليه هذا الكلام لقيته موافق على كل حاجه، قلت له خلاص جهد نعمل عقد، قلت له انا كلمتي هي العقد، انا سليل او انا من ابناء الجنرال العظيم محمود الجوهري، احنا قعدنا في الاردن 3 سنين بدون عقد بكلمه، فانا خلاص. وفعلا بدانا اتفاق شفوي بس شفوي مع القاء المسؤولين عن كره القدم، عن الاستاذ ايمن عوض، هو يعني انسان مصري وطني جدع، وبدانا ده كابتن محمود الجنرال العظيم الجوهري، فبدانا بطلعت حرب. النهارده احنا عندنا ست فروع، طلعت حرب والطيران 2، مصر جديدة والتجمع والمقطم،
وعندنا اسكندرية الأسبوع الجاي افتتاح. وفي إقبال، حجم الإقبال مرضي أو مقنع النهاردة كتير. عندي فوق 130 حارس، بس خلي بالك أنا جالي بتاع 2000 اخترت 130 منهم. مش أي حد بيجي لي باخده، مش أكاديمية، في معايير فنية في مجرد اشتراك أو حاجة كده. وطبعا في مدربين حراس باخدهم من الورش اللي بعملها عشان يعرف يشتغل إزاي. ده مثلا جونين 4 سنين، بص فارس شركاسي اللي على الشمال ومروان عبد الرحمن، دول لما تتفرج عليهم تقول دول أقزام، 4 سنين و3 شهور و4 سنين و6 شهور. ليه أقزام؟ لأن بيعملوا كل حاجة حتى التكنيك، ووصلوا النهاردة بعد 3 شهور بقى عندهم ايدي أو عندهم حضرتك عايز تقول للناس اللي هيتفرج على تحركاتهم يفكرهم كبار في السن، كبار في السن. أنت فاهم قصدي؟ مثلا مروان ده يقدر يعمل ده، ياسين عصام الحضري اللي على الشمال، وده ابن الكابتن محمد صبحي عبد الله، ما شاء الله الاثنين برضو في الأكاديمية. وياسين ماشي يعني، ياسين ياسين عصام الحضري ماشي على خطى، ماشي على، لا 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 ده ولد ما شاء الله، ده هيبقى قصة تانية يعني، حارس كبير ان شاء الله متوقع. لان بابا ما خدش الوقت اللي هو خده في التعليم، فده هياخد. ده طبعا انا بدي التحيه، ده محمود الجوهر فكري صالح مع محمود الجوهري. حضرتك اخترت له اسم مركب على اسمه، هو كابتن جوهري كان رحمه الله عليه يعتز بيه وبوالدته، فلما جه كان يعني محمود ده بالنسبه لينا يعني الله يرحمه كابتن جوهري. الصورة دي أنا برفع القبعة لهذا اللاعب الراجل اللي يحصل له طبعاً. أحمد حجازي إصابة إيه كسر يا كابتن، إصابة جديدة جداً، والدكاترة تحاول تخرجه ولقى ويصمم إن هو يلعب ويلعب البطولة. هي دي مصر، لا والناس كلها شافت سواء في الاستاد أو على الشاشات في التلفزيونات، كل الناس شافت وقرار طبيب المنتخب، هو بيقول الجهاز غيروه يا جماعة يعني، وهو بيقول لا عايز أكمل الماتش. لا 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 لا، فهو دي الروح بقى اللي احنا دايما هي دي روح رجالة مصر. أنا طبعا برفع له القبعة، وليه الشرف إن أنا عايز ابني يبقى زيه في الرجولة دي وفي الجدعانة دي وفي حب مصر ده. احنا هنا محمود الجوهري فكري صالح لاعب مش حارس مرمى. لا ده حارس مرمى، حارس مرمى ده أسد وادي دجلة، بعد عن ده أسد وادي دجلة 2009 ما شاء الله يعني، برضه يعني متوقع انه يمشي على خطى الوالد ومستواه فنيا. والله يعني انا ما دخلته حارس، انا لعبته مع الكابتن علي ماهر في الاكاديميه عنده 3 سنين في روما. لا قصدي حضرتك شايف ان مستواه بعيدا عن حبك لوكا ابنك. بص بقى انا قلت للكابتن وائل شيتوس الكلام وما احنا واقفين، قلت له بص يا كابتن انا هقول لك كلمه بس مش عشان ده ابني، الوحيد اللي موجود ده هيبقى له شان كبير اللي انت شايفه ده. فقال ايه محمود؟ قلت له مش عشان ابني، لان ده عنده كاريزمة حارس المرمى، موهوب من عند الله. يعني انت عارف محمود اول ما ينزل الماتشات اللي هي 2009 يطلبوا تزوير. ليه تزوير؟ لانه بيتكلم زي اي جون كبير. دي بقى مش انا اللي حاططها فيه، بيلاقوا في خبرات في شخصيته وطريقه كلامه وقياده الفريق، هو مخلوق بيها عنده. دي فروق فرديه بين شخص واخر، موهبه عند ربنا في الجينات. ربنا لما بيخلق واحد ويديله الموهبه دي بتاعت الله، بتبان من سن هو صغير. عنده الكاريزما والشخصيه بتاعت حارس المرمى اللي بقى تفرق كتير بعد كده، لان في جون تقدر تعلمه بس ما عندوش، وما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يسيطر على الخط ده. وبرده رد على سؤالك كابتن محمد عشان ما اظلمش الاجيال دي على الاجيال زمان، الاجوان العظام بتوع زمان والاجوان العظام دلوقتي، الكورة عمالة تتغير. الاتحاد الدولي ما يهموش حارس المرمى يصد، يهمه حارس المرمى يخش فيه جول. فبيعمل ايه؟ كل بطولة يغير الكواليتي بتاع الكورة، يغير الوزن بتاع الكورة، عمال يصعب القصة. النهاردة كان حارس المرمى زمان الرؤية موجودة، حاليا دلوقتي مفيش رؤية بطرق اللعب اللي عمالة تتغير. طيب يعني حضرتك متفائل بمستوى او بمستقبل حراسه المرمى في مصر؟ جدا. حضرتك قلت الاكاديميات دي البعد او الاهتمام بيها الاولويه فيها مش ماديه، بدليل ان ممكن يتقدم لكم واحد في الاكاديميه تشوف انه ما عندوش المواصفات. انا قلت لحضرتك اتقدم ليا بالظبط من يوم ما بدات المشروع ده 3 شهور 1200 1250، اللي اتقبل منهم 130. لو كانت الحسابات بس مكسب او بزنس، بس انا كان بيصعب عليا الراجل بيصعب عليا يعني، بس دايما اقعد لاني وهو خلي بالك اما حطينا قلت له عايز اقل سعر، يعني بنشوف المنطقه كلها حاطه سعر ايه وهو يروح حاطط اقل سعر. حتى الملابس قلت له لا
انا عايز انا بعمل حاجه لمصر، اللي هيديني ان اعمل دي لمصر اهلا بيه، وبالتالي بقدر اعمل الورش اللي انا انا عندي يا كابتن محمد خبرات كم. انا عمري ما قلت انا محاضر لاني مش محاضر، انا كنت راجل ضابط صاعقه احد افراد جنود المؤسسه العسكريه، فهمني، او احد افراد جنود الشعب المصري كله في خدمته. عندي خبرات عايز قبل ما اقابل رب كريم ان اديها لاولاد لي مدربين، تقدر تديها ليه؟ لان اي خبرات يا كابتن محمد بيبقى فيها انكسار وفيها انتصار. انا هشيل كل الانكسارات وادي الخبرات اللي تخلي دايما، يعني تخيل واحد النهارده عنده 22 سنه وتيجي تديله ورشه وتقول له ادي المفاتيح بتاعه 45 سنه، يبقى وانت وفرت لو كمان زي ما حضرتك قلت في دروس ممكن تعلمه انه يتفادى ده عشان ما يخسرش. ما خلاص يعني ممكن تقول الخبره بتاعتنا لما عملنا ده كذا انا بديله مفاتيح الانتصار. الانتصار وبقول له حط شخصيتك، يعني مش عايز فكر صالح تاني، لا انت حط يا كابتن محمد. بس حضرتك بتعلمه من خلال خبرات واقعيه ومواقف خلال ازاي يمشي صح، اسمها مفاتيح، الخطوات اللي مشيت كل عليها كل حاجه مفاتيح لها. فهو ده اللي انا بعمله. وحاليا النهارده احنا عملنا دبلومه العمالقه رقم واحد، في دبلومه العمالقه رقم اثنين، دي مدرب جاي من الاتحاد الدولي الكسندر، الدكتور كابتن زكريا العوضي جاي من الامارات، كابتن ابراهيم رياض، يعني مجموعه كبيره من الدكتور ابراهيم البطل، انا دكتور جمال محمد علي، يعني في هتبدا من 1/7 ل 7/7، ودي جاي لغايه دلوقتي 80 من 85 او حوالي من 80 85 مدرب من انحاء العالم العربي. عظيم. ده غير المصريين. عظيم. فهو ده العلم ده اما ياخدوا المدربين. طب وبالنسبه لمدربي حراس المرمى في مصر يا كابتن فكري، كيف نؤهلهم؟ عشان دايما بنقول اللي عنده المهاره واللي عنده القدرات هينقلها، وفاقد الشيء لا يعطيه. ساعات نسمع مدرب يقول انا عندي سي في وعندي خبره كويسه، مين اللي هيحضرني في تدريب حراسه المرمى؟ وهو قد يكون محتاج جوانب فنيه كتيره. نكملها له عشان ينقلها للي بيدربهم. ازاي نطور مدرب حراس المرمى؟ انا عشان كده خدت قرار على نفسي ان انا كل شهر بعمل ورشتين في كل مصر. انا عملت لغايه دلوقتي 15 ورشه من بورسعيد لغايه اسوان، وحتى قابل ان انا اروح العريش واروح مرسى مطروح، اروح كل خريطه مصر. ليه؟ عشان اخد الخبرات دي واديها لهذا المدرب اللي هيطلع لي جيل من الواحات، واللي هيطلع لي جيل من اسيوط، وما رحت الوادي الجديد يبقى في جيل من مدربين، لان كان فيها 45 مدرب. 45 مدرب دول لو كل واحد هيشتغل مع اربعه او مع خمسه او مع سته بقينا بنتكلم في 200 يبقى واحد. فهمتني؟ فانا بمشيئه الله دي طول ما في كراجل عسكري، طول ما انا موجود على الحياه كل شهر واي حد بيجيلي، يعني ما بقولش النهارده بن سويف، يعني دلوقتي طالبين مني فانا بعد ما اخلص الدبلومه اللي هي 1/7 دي، بعد ما تخلص اروح رايح اعمل في الشرقيه ثم كفر. حضرتك حابب فكره التوسع في نقل الخبرات دي في كل انحاء مصر؟ ده لازم. حضرتك شايف ان ده دورك، دي مسؤوليتك؟ ده هو الدور الجديد. خلي بالك انا مع مستر ماجد سامي العظيم رفضت ان انا امسك الفريق الاول بعد ما رحت الامارات. انا وانا ماسك الفريق الاول، ما هي القصه بدات ازاي؟ بقدر من الله انا ماسك مع ميدو الفريق الاول، رحت الامارات بعتوا لي دعوه، رحت طلع اربع مدربين من الارجنتين بعد ما حضرت ثلاث ايام، قالوا ايه؟ منهم واحد يا كابتن محمد 52 سنه، يعني راجل من الزواحف، قال اللي اتعلمته في حياتي كوم، واللي انا اخدته الثلاث ايام دول كوم تاني جدا. انا برفع قبعة للمستر فكري ان ومستغرب ان مصر ازاي يبقى فيها قامه زي كده. من هذا اليوم كان في كابتن زكريا العوضي ده هناك، كابتن حسن مقيم، ومجدي اسماعيل، مجدي ده ابني مجدي عصام، قلت له يا مجدي انا مش هشتغل فيه. وكلمت ماجد سامي ومستر علاء نور، قلت لهم انا مش هشتغل. لو عندكم مكان ليا ان انا كاشراف، انما انا مش هشتغل. حاسس ان في الفتره دي حضرتك شايف ان رسالتك خلاص بعد هي نقل الخبرات اللي قالوا ايه اربع مدربين، يعني قول المدربين اللي كانوا موجودين كلهم مصريين حبايبي، اللي كان في المنتخب الاولمبي الشباب، انما دول ارجنتين عمري ما شفتهم. يطلع الكبير فيهم
يترجم، وكان المترجم بتاعه مترجم مارادونا لانه ما ينطقوش كلمه انجليزي. فقال الكلام ده، قال اللي انا خدته، كان خد اربع ورش قبل كده في الامارات، قال بقى اللي انا خدته في الارجنتين والاربع ورش اللي هنا ده كوم، واللي انا خدته دي شهاده موضوعيه دي اللي خلتني قلت لا لا, لا 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 انا لازم بقى شفت ان دي شهاده منصفه جدا لك، يبقى انا ليا دور. لا انت عارف بقى ما ربنا يديك طاقه كده. وكان واحد اسمه مجدي عصام للامانه مصري، راجل مدرب يعني بقاله 25 سنة هناك، قال لي يا كابتن ده دورك، ما ينفعش الإمارات تبقى عاملة كده، قال لي يعني الإمارات حبيبتي تبقى عاملة. أنا كنت في الورشة 23، مصر ما فيهاش ورشة واحدة. طيب كابتن فكري، ازاي نوصل المجهود الولاد اللي دلوقتي بتشتغلوا معاهم في الأكاديمية، وحضرتك بتنقل الخبرات لمدربين وبدورهم بينقلوا للولاد دول مع أشرف حضرتك المباشر عليهم، ازاي اوصل بالكوادر المميزه منهم انها تلاقي طريقها للمنتخبات وللانديه؟ ايه حلقه الوصل اللي هتحصل بينكم وبين الانديه والاجهزه الفنيه فيها او المشرفين على قطاعات الكره فيها وبين منتخباتنا الوطنيه؟ سؤال وجيه جدا كابتن محمد. انا عامل اللينك ده، فاتح قناه مع هولندا، فاتح قناه مع السويد، وانا بقول فاتح قناه يعني شخصيه مصريه عايشه هناك وقادره انها اي حد اجيبها تقدر تسوقها هناك والامارات. واحنا بعتنا فعلا اول واحد للامارات ولد عنده 15 سنه اسمه احمد، طلع الامارات فعلا، راح الامارات وراح اختبارات هناك في نادي العين وبحدد لك، وطلع الثالث على 14 مدرب. هي ناقصه قرار، لاني القرار ده لو طلع من الاتحاد هيكمل، عشان طلع الثالث على 14، هم كانوا جايبين 14 جون من انحاء العالم، طلع الثالث في 14 وثلاث مدربين اجانب بيختبروه، مش مدربين مثلا مصريين هيجاملوا فكر صح، طلع الثالث ويقول لهم يعني عرفوا مين اللي اداك الحاجات دي، لان شغلنا مختلف عن اي اكل ما شاء الله. يعني الخطوات بدات عندي دلوقتي، عندي دلوقتي نادي الداخليه حاليا في 2 فوق السن تحت الاختبار ولعبوا ماتشات معاهم، وفي 2 تحت السن معاهم، 4 حراس مرمى، نور واحمد ومحمدي ومحمد الشرقاوي. عندي جون بلال يلعب في اي نادي، يلعب اهلي زمالك، بس سنه كام؟ 20 سنة. يلعب في اي نادي اسمه محمد بلال، جاهز لانديه القمه في مصر. انا بحكي حتى في الاهلي، وانا حتى مستوى الاهلي يعني انا، او انا لما ببعت العين ببعت ايه؟ ببعت هو الشريط والشغل بتاعه واروح بعته بيشوفوه، واروح بعت مش واحد، ابعت 3 وهم يقولوا الموضوع ده مش بس رساله فنيه حقيقيه كانت كل حاجه، ممكن يبقى له بعد تسويقي ومادي، يبقى بزنس ناجح جدا كمان. انا ما ببصش بمعايير النهارده، حضرتك مركز على البعد الخاص بنقل الخبره اكتر، لكن ده ممكن كمان يبقى له مردود مادي جيد جدا. وبرضو ان انا بساعد ابني، يعني واحد زي محمد بلال ده لما ينجح ويروح نادي وهو ما كانش حد مقتنع بيه، يبقى انا اديت واحد كان مظلوم. ده اسمه ده خارج من مدرسة الشرقية، محمد بلال ده مش شرقية، ما حدش عارفه خالص، ومش حتى انه من عند فكرة صالح. شايف النجاح كل اسمه هيبقى نجاح شخصي للكابتن فكرة صالح. احنا اسمنا مملكة العمالقة سبورت ستار، ولا برضو الراجل بيبص انه طالع من سبورت ستار. ان الرساله بتاعتنا كابتن محمد، احنا عندنا رساله عايزين نوصلها امام الله نمره واحد، هي دي. فرع اسكندريه انا بتحدى ان شاء الله التجهيزات اللي بتتعمل بالكابتن هشام زكريا هناك، هيبقى افتتاح اسطوري يوم الجمعه الجايه. مش عايز اقول لك من قبل ما نفتتح الناس لغايه دلوقتي 20 30 واحد طالبين يخش. عايز اقول انا بفرح ان انا حاسس ان دي شجره، فالشجره عماله تكبر. حتى اما عملت الورش سميتها شجره العمالقه، اللي هي ايه بقى؟ الحب والوفاء والاخلاص. طب لو طالبين منك يعني من غير حرج بموضوعيه شديده نصيحه مجانية دلوقتي حضرتك بتقدمها من خبراتك الكبيره وحصيله مشوارك الناجح جدا مع حراسه المرمى وتدريب حراس المرمى لحراس المرمى في الدوري المصري، لمدربي حراس المرمى في الدوري المصري، خطأ شايفه متكرر شائع بيحصل كتير قوي محدش بيتدرجه خالص، common mistake. اولا لازم قبل ما ادي الحراس ادي ولادي المدربين، اقول لولادي المدربين من فضلكم العلم في حراسه المرمى بيتغير من يعني انا بعد بطوله افريقيه دي لازم هتتغير حاجات، فلازم عليك انك انت تزود نفسك دايما. وخلي بالك من حتة التمركز، إن حارس المرمى عبارة عن، بقول دايما وبقولها كلمتين، مساحة وزمن.
فهي الحتة دي اللي تعمل شغلك كلها عليه. المساحة هي التمركز السليم في المكان السليم في التوقيت السليم. والزمن سرعة رد الفعل فيتموس حتى تصل للفيتمو ثانية بتاعت الدكتور سويل. فده اللي أنا بقوله. نادي مليان خبرة. نادي الأهلي كابتن طارق ده من ولادي الأعزاء طارق سليمان. كابتن طارق سليمان ومدرب ما شاء الله عنده خامات كويسة جدا. بس خلي بالك إن في ظروف. يعني النهاردة شريف إكرامي النهاردة كان بيلعب أنا فاكر سنتين ثلاثة كلين شيت. أما لعب في الجونة وطبعا من هنا بقول له ألف سلام عليك وأنا اتمنيت من إكرامي الكبير إن الحمد لله القصة اللي كانت الحاجة الزايدة اللي كانت بتشيلها. إكرامي ده يا جماعة في الجونة خد أحسن حارس مرمى وهو في الجونة. فالنهاردة النادي الأهلي مليء. كابتن علي لطفي ده ابني يعني ما شاء الله عليه. فعايز أقول النادي الأهلي مليء بعمالقة. ظروف كانت متغيرة تعرف تغيير جهاز مع تغيير سيستم طريقة مع إصابات. يعني في جوان لعبت وكان في ناس عن في ستة إصابات مثلا في الفرقة. فكل حاجة كان لها بتأثر على حارس المرمى فريقه كامل قدامه. النهاردة لما اجي ابص محمد الشناوي واخد مان اوف ذا ماتش في كاس العالم اللي مش اي حد ياخدها. في حاجات ايجابية كتيرة. بس انا برضو عليا كمدرب حراس ان انا اراجع في ايه. وبرضو بدي نصيحة لكل ولادي. خلي بالك العامل النفسي. انت بتدرب تدريب فني وتدريب بدني. ولكن اهم من الاتنين دول التدريب النفسي عشان يبقى فيه الاتزان النفسي اللي موجود من اول يوم. في حراس ممكن ما يكملوش لانهم فنيا كويسين بس نفسيا ما عندهمش الثبات الانفعالي بتاع التحمل. عشان كده انا عشان كده وحدي مثل. لو تفتكر ايام فريق الشباب كان اللي بيلعب كل البطولات ابو جبل العظيم كل التصفيات. بس لما بدانا البطوله لعب مين؟ علي لطفي. طب لو علي لطفي مش جاهز نفسيا يقدر يبقى واحد اللي لعب التصفيات كلها وفجأة يقولوا له وفجأة تقول له لا خش يلعب البطولة. دي سمات في الشخصية بقى. لا هو ازاي تعد. انا كنت بعدهم نفسيا وهم اكيد سامعيني اذا كان ابو جبل ابني او علي لطفي. بعد انا كنا انزل غيط اقول لهم سيادة الرئيس هيقعد فين. اول مرة قالوا كان فكر اتجنن. يعني انت عارف في حاجة اسمها التخيل والتخزين. فبتخلي الحارس المرمى بتاعك من اول يوم بتدربه انت خلي بالك ان جوان النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي بيلعبوا تحت ضغط جماهير. لازم تعدوهم الاعداد النفسي من اول لحظه مسكت فيها التدريب. ازاي بقى خطه معينه فيها اسمها خطه الاعداد النفسي. وده بقى كتير يعني كبير قوي لو حكينا. طب الاعداد النفسي بصراحه كافي ولا احيانا لا يعني لازم في دور مكمل لشخصيه الحارس نفسه. يعني حضرتك ممكن تبذل نفس الجهد تلاقي حارس استجاب وبقى عنده كل سمات القائد في الملعب والثبات الانفعالي وحارس اخر ما عندوش المواصفات دي ولا كلهم بيستجيبوا. اصلي انا لازم اخد زي الدكتور. دكتور حتى النفسي اما ما يقدرش يعالجك الا لما يقعد معاك قاعده والثانيه والثالثه. انا لازم اخد مفتاح عصام الحضري واخد مفتاح إكرامي الكبير واخد مفتاح سطوحي واخد مفتاح الله يرحمه ثابت البطل عشان اتعامل مع ثابت البطل. انا ما كنت بجيب العظماء دول. خلي بالك انا كنت اصغر منهم. يعني علي النجار كان اكبر مني بعشر سنين. كابتن سطوح المنصور اكبر مني بست سنين. كابتن ثابت البطل العظيم اكبر مني بثلاث سنين. كان اللي قدي ممكن إكرامي الكبير. طب انا كنت ازاي بتعامل؟ لاني عندي القدره من عند الله ازاي باخد مفتاح الراجل ده. المفتاح اللي بيديني الشخصيه بتاعته فبقدر اتعامل معاه من هذا لاني خدت المفتاح. طب انا هضرب لحضرتك مثال وحضرتك تحلل لنا الحاله دي بس انا ما استاذنتوش اني اقول فمش هقول الاسم. هو حارس مرمى سابق صديق عزيز كان متميز جدا. قال لي وانا بديل وانا احتياطي كنت بلعب ماتشات والجمهور والاعلام بيقول هو فين ده يستحق بيلعب ماتشات بمستوى عالي جدا وهو بديل. اول ما لقى نفسه بقى الحارس رقم واحد قال انا ما احتملتش الضغوط الجماهيريه والاعلاميه وبقيت اخطاء فنيه كتير فما استمرتش لاني كان الماتش بالنسبه لي سهل ماتش 2 3 كبديل. لما بقيت انا نمره واحد لا لقيت نفسي بغلط كتير قوي غلطات. مين بقى كان هنا الدور ده دور اللي كان بيعده نفسيا؟ لا 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 لازم
ما يخلوش، ما جهزوش نفسيا كويس في الفتره دي. ده اللي انا بقوله، مش بتكلم على، انا بتكلم بشكل عام، بشكل عام في اي نادي ده دور مهم جدا، مهم جدا جدا. عشان تنجح لازم نمره معاك مفتاح شخصية الحارس اللي معاك. طب سؤال فني سريع يا كابتن فكري، مشاكلنا دايما، هو عصام الحضري بعد إذنك حضرتك حد يقدر يلبسه شورت بعد 30 سنة؟ حد يقدر يحلق له شعره اللي بقاله 30 40 45 سنة بيه؟ عصام الحضري تقدر تغير كل اللي انت شفته ده إلا إذا كان معاك المفتاح؟ لا طب الكي بتاع الشخصية بتاعته إزاي توصل له؟ لا وده وصل لمراحل كمان من الاعداد النفسي، سواء بالشغل مع حضرتك في المنتخب او مع الكابتن ناجي في الاهلي، انه كان بيتحدى نفسه. يعني دخل في تحدي وقت تعاقد الاهلي مع نادر السيد، وبقى في نجمين كبار جدا في حراسه المرمى، وتغلب على نفسه وصل لمستوى غير مسبوق. انا هقول لك سر، وانا موجود في المنتخب وشايف، وكان احنا كان دورنا مختلف انا والكابتن احمد ناجي، بس هو ربنا كرمه ان هو على كبر بقى في المنتخب. انا كنت في المنتخب وكابتن احمد في النادي، فكان في وقت من الأوقات بجيب الكابتن أحمد ناجي وأشوفه فاتح مفاتيح مفتاح عصام إزاي. أنا مرة رحت الإسماعيلية مخصوص للكابتن أحمد ناجي، كان عندهم مباراة مهمة، وكابتن جوري قال لي تروح بالنيابة عني، وكلمت مستر يعني رحت هناك قلت له كابتن جوري، وقعدت مع كابتن احمد ناجي قلت له قول لي انت ماسك المفاتيح مفتاح وموصله للحاله دي ازاي، للحاله دي ازاي، مش عيب فهمني، لانه وصل مع كابتن ناجي. انعكست الايه، كابتن بقى في المنتخب وانا بقيت ماسك عصام فادي دك، فكان يسالني يعني. واحنا في الامارات مره قابلني الكابتن احمد ناجي قال لي اخبار مع عصام، قلت له كذا، قال لي لا 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 ما صدقش، قلت له والله العظيم اتغير كذا وتغير كذا، عارف ليه؟ لان مسكت مفتاح معين. يعني فسبحان الله هي الادوار بتيجي كده، بس اهم حاجه للمدرب انه يبقى ماسك مفتاح الشخصيه اللي يعرف يوصل بيها الحارس لاعلى مستوى، لاعلى مستوى، ويعالج العيوب اللي عنده، وحتى مش فنيا ولا ليه. انا حارس ممكن يخلع مني ويصل الى لان بين هي شعرة بين الثقة والغرور، فممكن حارس لو انت ما لحقتش دخل في مرحلة بقى دخل في مرحلة الغرور، لا حتى سيبك مش الغرور ان هو هيرفع رأي، الغرور في اللعب فيكلف جوان، لانه خلاص بيتصرف على ان انا نجم ومش إن محتاج، انا قادر. لا الجهاز الفني قال لي حاجات انا مش هركز فيها. ساعات ممكن كور يا كابتن محمد من خاف سلم، انما انا قادر، تقوم تطلع تاخد قرار تبوظ بيه الدنيا كلها، لانه ما عملش الحاجه اللي هي سليمه 100% المتعارف عليها. فهمت قصدي؟ الثقه لو تحولت، فهي دي بقى لمين اللي يشمها؟ مش الناس من بره، هو انا بسميه مدرب العمالقه. طيب عشان كده انا الكرات العرضيه مشكلتها ايه في مصر؟ بص حضرتك بمنتهى الصراحه، منتخبات، انديه كبيره، انديه صغيره، بطولاتنا المحليه، بطولات دوليه، 99% من الاهداف اللي بتدخل في مرمى الفرق والمنتخبات المصريه طول عمرنا نقول في خلل في الهارموني بين خط الدفاع والحارس او عند الحراس في ايه في الكره العربيه. هرد على حضرتك بسؤال، كلنا نفتكر ونتذكر اما نقول سيره العظيم رحمه الله عليه ثابت البطل، نقول احسن واحد في مصر يطلع كوره كان هو وبيل انطوان. صح بيل، كويس. طب ليه؟ عشان الكلمتين اللي انا قلتهم، فوتورك والتحرك اللي هي مساحه وزمن، كان احسن واحد بيبقى واقف في التمركز السليم. فالتمركز السليم بيدي كان ثابت، عارف رحمه الله عليه كانه مش هترم، الله يرحمه. انا فاكر كان ثابت، كان اول حارس اشوفه بيجري عينه باصص وراه مش قدامه، عينه على الكوره وبيجري جوه ال 18 مستنيه عشان يطلع لها في مكان مناسب. فهي دي، فده اللي احنا عايزين نربيه الاجيال الجديده، لان خلي بالك دي مش سهله. يعني دي اولا بتبقى حاجه من عند الله، زائد يعني حتى ايام الكابتن ثابت البطل ما كانش فيه العلم اللي موجود حاليا دلوقتي، لما هي دي كانت من عند الله. مش كتير الحراس اللي عندهم اللي كان بيعمله كابتن ثابت رحمه الله عليه، انه كان يتحرك حتى على الخط قبل التسديده، فممكن يمسك الكره وهو واقف مكانه غير ما يترمي. هي دي الجملتين، مش انا قلت ايه مساحه وزمن، انت عارف لما حتى قلت المدرب لو الكلمتين دول هتخليك تشتغل، لان لازم عشان مساحه وزمن لازم تشتغل في تورك، ولازم تدي قوه الرجلين، ما انت عشان تتحرك صح في المكان الصح
في التوقيت الصح. فيعني هي القصة كده، وده اللي أنا بحاول أديه كابتن محمد، لأنه مش موجود في كتاب. المحاضر بيعمل إيه؟ عشان كده دائما لما أنا بطلع بقول والله أنا ما محاضر. حتى قلت الكلام ده في هولندا قصاد 116 مدرب من العالم بعد كل كأس عالم، قلت لهم أنا لست محاضر، أنا راجل ظابط صاحب خبرات في المجال، ربنا اداني خبرات وأنا عندي 23. حتى كلهم بصوا واستغربوا، بصوا واستغربوا إن واحد بيقول أنا جاي حاضر وأنا مش محاضر. أنت فهمت قصدي إيه؟ في وسط عمالقة يعني. فالمهم اديت الكلام ده، الناس اللي عارف قال إيه؟ يعني الشيخ بتاعهم، شيخ مدربي حراس المرمى في أوروبا، قال إيه؟ قال الفرق بيننا وبين الجنرال، مسميني هناك جنرال، ان احنا كجنرال من اقرب نقطتين بيوصل للهدف، احنا بنعمل كده وبعدين نوصل للهدف، او نعمل كده وبعدين نوصل للهدف. فهي دي الخبرات اللي انا بعد ما قال الراجل بتاع الارجنتين والراجل اللي في هولندا، ده اللي انا بحاول اديه لاولادي عشان يشتغلوا بيه، يبقى عندنا نقول ان في حد. يعني انا النهارده وصلت للورشه 15 دي بمجهود شخصي، والدبلومة دي إن شاء الله اللي هي من 1/7 ل 7/7 إن شاء الله يبقى فيها فايدة 7 أيام بإذن الله، مع الورش اللي جاية، مع أولادنا اللي بيشتغلوا، مع إن شاء الله النهاردة لازم بمشيئة لا ناخد أحسن كاس حارس مرمى في أفريقيا بإذن الله، محمد الشناوي وشركاء اللي هي الشركة اللي هو كابتن أحمد ناجي الأستاذ ومعه التلاتة دول على قلب رجل واحد لغاية ما يشيلوا هم كاس أفريقيا وكاس أحسن حارس مرمى. موفق يا كابتن فكري في كل المهام اللي بتعمل عليها في هذه المرحلة، في الأكاديمية وفي شغل حضرتك، في ورش العمل وإعداد المدربين سواء مدربي حراس المرمى داخل أو خارج مصر، ودايما نسعد بحضرتك وبخبراتك الكبيرة وتنقلها لكل المشاهدين وكل اللي بيستمتعوا بالحوار معك عبر شاشة قناة الأهلي. وأشكر حضرتك على هذا الحوار، شكرا جزيلا. شرف عظيم ليا ان اكون مع قناة النادي الاهلي، شرف عظيم ليا ان انا بتقابل مع جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بكن له كل احترام. سعداء بوجود حضرتك معنا، وباذن الله تتكرر الدعوة ويتكرر اللقاء ده قريبا ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك كابتن فكري، وبالتوفيق ان شاء الله في الفترة القادمة. في نهاية هذا الحوار انا بشكر حضراتكم على المتابعة، وبشكر نجمنا الكبير الكابتن فكري صالح، واحد من افضل مدربي حراس المرمى والاكثر طبعا حاليا في الخبرات على مستوى مصر والعالم العربي والقارة السمراء، وان شاء الله دائما ابدا تكون لخطواته وجهده الكبير مردود على مستوى اعداد حراس المرمى للاندية المصرية وتقديم افضل الكوادر اللي ممكن تخدم مستوى كرة القدم ومستوى المنافسة الرياضية وكرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات في مصر إن شاء الله. شكرا لحضراتكم على المتابعة، ولكن فقراتنا مستمرة من خلال الأهلي الليلة، ابقوا معنا. المزيد من الحوارات مع زميلي العزيز محمد سعيد، لقائين مع كل من الناقد الرياضي البارز الأستاذ ممدوح فهمي، وأيضا لاعب النادي الأهلي السابق الكابتن محمد يوسف الزيار. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.